متابعينا الكرام مع انطلاقة شوطنا العشرون والمخصص لفئات الأبكار المهجنات. تبدأ مع المركز الأول مع الصدارة والبداية مع انطلاقة حربة لراشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري. المركز الثاني نقلتنا على انطلاقة تشودة. هناك سالم بن راشد بن خليفة المهيري. والمركز الثالث من الجانب الآخر. وتابع أيضا حضور جميل وقوي من هناك والحضور أيضا كذلك المميز. المركز الثالث التسلل من شعلة لحمد بن خزع بن محمد بن قرين العامري. بينما المركز الرابع ما شاء الله هنا التدخل من قبل الشرقية لحمد بن حماد بن حميد العديني. والمركز الخامس من الجانب الآخر الانطلاقة من شغب لسهيل بن سالم الورع العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة في هذه التحديات. أما المركز السادس تواجد وصايف لمسفر بن علي بن مسر الخيالي. يا سلام يا سلام يا ابو علي يا سلام. شعار له صولاته وله جولاته في عالم هذه الرياضة. حاضر الخيالي حضور قوي هناك وحضور مميز في هذه الانطلاقة على المركز السادس. المركز السابع انتقل مع تواجد الشاهنية لعبد الله بن حميد بن حارب الشامسي راعي شاهين. راعي شاهين يحضر. والمركز الثامن شعار اللورد هناك مع تواجد مقام سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. المركز التاسع هناك النقلة على الرياضية لمبارك بن سالم بن زعيتر العامري. والمركز العاشر المراكز مع الصريدية لسيد مطر بن محمد بن سعيد بن حميد المنصوري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام. هذه هي المراكز الأولى المتقدمة في هذا الحضور. أعود من جديد مع المركز الأول. أعود من جديد مع هذه المنافسة المميزة. على المراكز الأولى المتقدمة. أعود مع البداية إذن وقيادة هذا الشوط مع حربة. لا زالت حربة تسيطر على الأمور. راشد بن محمد بن سعيد بن سلومه الخاطري. الله سلامي على بن سلومه يتواجد بموقع الصدارة والبداية. لكن يا بن سلومه انته بموقع ما فيه سلام ما فيه سلم. الكل يشن عليك حرب. الكل يشن عليك غاراته وهجماته. شد حيلك وخلك مع المركز الأول. المركز الثاني نقلتنا على تواجد شعلة حمد بن خزع بن محمد بن قرين العامري يتواجد أيضا هناك. والمركز الثالث مودة لسالم بن راشد بن خليفة المهيري تبارك الله. أما المركز الرابع المركز الرابع وصل مسفر هناك في هذا الوصول المميز. يا مرحبا يا ابو علي يا مرحبا بالطش والرش وماي الورد المغرش. روح والقلب داعي لك. روح يا الخيلي والقلب داعي لك. هنا الوصول والتسلل من وصايف لمسفر بن علي بن مسفر الخيلي راعي وصايف مميزة. والله وصايفه ذهب بو علي. ولكن التدخل على المركز الخامس من شغب لسهيل بن سالم الورع العامري قادم ايضا في هذا القدوم. وصلوها للطلايب اشوف المركز الخامس مع الشاهنية حمد بن موسى بن غدير الاشتبي. اهولي مرغم قادمون بقوة. بي وهناك سادس المراكز مع حضور
قند لسيدي مع بن عامر بن تريس المنصوري. أما المركز السابع مع رهن لصالح بن حمد بن مانع آل كليب اليامي. هذه نتيجتنا، هذه المراكز الأولى المتقدمة. العودة من جديد يا مشاهدين يا متابعين مع الصدارة، العودة مع البداية، العودة مع البداية. ولا زال بن سلومة ياهو عرض، ياهو عرض، غيرت من سمعة الزقرة، وازمت بالخالي يديها. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الحضور الرائع من المركز الأول مع حربة بالصدارة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير يا مضمرين. هنا الانطلاقة من حربة، ولكن وصل مسفر، وصل مسفر على المركز الثاني، يبغي يسافر على الصدارة، يبغي يسافر مع ناموس هذا الشوط. وانطلاقة وصايف، حربة وصايف، وأيضا تواجد وانطلاقة هناك مودة سالم بن راشد بن خليفة المهيري وأيضا بن غدير. ولكن الله، هنا الاندفاع، هنا الاندفاع. من تقدم هذا العرض الكبير بالمركز الأول، ومن تقدم هذا العرض الرائع بالمركز الأول والصدارة والبداية. سلامي عليك يا المهيري، سلامي عليك يا المهيري، وعلى هذا الحضور المميز بالمركز الأول مع انطلاقة مودة. ولكن وصايف، ولكن وصايف، وصلت وصايف. مسفر 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 مسفر، وأيضا تدخل جميلة لناصر بن قريع. أعود مع المركز الأول، هذه سبوقا، هذه سبوقا يا مسفر. ما أداني الحكا واللمس، عذروبها مع سبقها طول غاربها. سلام يا الخيالي، سلام سلام رماح، سلام، واسعد الله صباحك بكل خير على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لسيد مسفر علي بن مسفر الخيالي على فوز وصايب وانتزاع المركز الأول. سلامي سلامي عليكم يا هالي رماح. المركز الثاني مع انطلاقة ناصر بن قريع بن روس العامري، والمركز الثالث لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. المركز الرابع، المركز الرابع لسيد سالم بن رايد بن خليفة المهيري. المركز الخامس راشد بن محمد بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، والمراكز الأولى المتقدمة. تهانينا والناموس على فوز وصايب بالمركز الأول. انتاج يا ابو علي لي من عزبة خيار، هي لي ركضها يبري العوق. سلامي على هذا الحضور. 7:40 توقيت هذا الشوط، وتوقيت وصايب لسيد مسفر علي بن مسفر الخيلي هناك مع المركز الأول وصدارة وناموس هذا الشوط، وترشيحات السيد سيد بن عمير الاجتبي التي انضمت لوصايف في هذا الشوط.